المهرجان اللي نراه يعني بالبداية أنه ناجح 100%، وخير دليل على ذلك هو الحضور الكثيف للمواطنين وكذلك الضيوف. فيلاج يعني تزروت وحقيقة هو فيلاج نموذجي، فيلاج قيم نظيف يعني في كل المتطلبات الحياة. كرئيس من الشعب الولائي راه كان معنا هنا يعني ما خلانا ما نزيدو يعني واش نمدحو يعني هذا الفيلاج. ان شاء الله تكون ان شاء الله بني قفزه نوعيه اخرى ونزيدو ندعمو يعني هذا الفيلاج هذا باش يكون فيلاج نموذجي في السياحه وان شاء الله المزيد من النجاحات. تدار لا كومبوزون دي زاسوسياسيون سوا كولتوريل فيمينين اي ريكال دو توريزم. Je profiterai de dire officiellement que la troisième édition du festival du patrimoine bâti